السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شركة اوبن اي اي قالت لنا انها هتنزل ديل اي 3 خلال ايام، الشهر الجاي في اكتوبر هيبدأ ينزل الديل اي 3. طبعا كلنا شغلنا على ديل اي 2 وبيحول البرومت لتكست، وبعد كده ممكن تقول عايز اعدل بعض التعديلات مثلا. لكن الجديد بقى في ديل اي 3 اهم حاجة ان ممكن صورة زي كده تروح ايه، هو اللي عامل الصورة ديت، يعني تقول له اعمل لي صورة طفلة صغيرة بتتكلم او بتشتري منتج وبتاع. بعد ما الصورة دي تيجي تقول له ايه، لا انا عايز تغير القمر دوت، انا عايز تغير لي الشوارع دوت، انا عايزك تحذف لي الناس تخليهم تلبس ملابس صيفية. هيبقى في امكانية ان انت الصورة تحط عليها كومنت معين ويبدأ ان هو يعدلك عليه. طبعا ده تطور رهيب جدا، يعني بحيث ان انت مش محتاج ان انت تاخد الصورة وتدخلها على اي برنامج زي برنامج الفوتوشوب وتعمل بعض التعديلات، لا ده انت هتكتب له كده برومت تقول له المظلة دي شيلها لي، فيبدأ يدور على صور المظلات في الصورة ويبدأ ان هو يحذفها. دي مثلا الصور اللي بتطلع في ديل اي 2، ده اللي هيطلع بعد كده في ديل اي 3. هما بيوعدوا بان هيحصل فيه طفرة كبيرة جدا في الذكاء الاصطناعي في رسم الصور. هنا مثلا هيبقى جزء من الشات جي بي تي، يعني شات جي بي تي وانت بتتكلم معاه تقول له مثلا ايه، انا عندي طفل عنده 5 سنين بيتكلم على سان فلاور اللي هو دوار الشمس اللي هو على شكل حيوان مثلا او كده، هيبقى عامل ازاي. فشات جي بي تي يبدأ يكون لك الصور من خلال ده الاي 3، هيطلع معاك بالشكل دوت. بعد كده ممكن تختار اي صورة فيهم وتعدل فيها، يعني تقدر بعد كده تخلي الذكاء الصناعي يعمل لك قصص شات جي بي تي ويكتب لك سيناريو ويعمل لك كل صورة ليها وهكذا. فتطور في الشات جي بي تي وتطور في ديل ايه بشكل جميل. ممكن تعملها على شكل ستيكر، اعملها على شكل ستيكر. طب ممكن تحكي لي حدوتة احكيها للطفل بعد ما اوريه الصورة عشان ينام يبدأ يحكي له القصة، ويعملها على شكل ايه، ان هو هينام. انت متخيلين؟ تصبحوا على خير.